مرحبا بكم في الأسبوع في دقيقة. تؤكد الولايات المتحدة كما أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على رفضها لأي تصعيد عسكري داخل مستشفيات قطاع غازة، مؤكدة أن ذلك يضع حياة المدنيين في خطر. وقد جرت مشاورات جادة مع الجيش الإسرائيلي بهدف تجنب تلك الأوضاع الخطرة. وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد أن تركيز الولايات المتحدة حالياً يتمحور حول نقل المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين الفلسطينيين في جنوب ووسط غازة في هذه الظروف الصعبة، وأكد على أهمية توفير الدعم المستدام للمدنيين في ظل التحديات الحالية، وشدد على أن مستقبل سكان غازة هو في غازة والتحجير أمر مرفوض، وإضافة أن حل الدولتين هو الضامن النهائي لمستقبل السلمي لإسرائيل والفلسطينيين.